الأول represent the rational number on the number line. Representing the rational number on the number line. Okay. أول حاجة مديني example بيقول لي 2 over 3 دي 2 over 3 تمام؟ عايز يخليها represent on the number line. طيب مبدئيا كده 2 over 3 دي هات لي integer number smaller than 2 over 3 و integer number greater than 2 over 3. Integer number smaller than 2 over 3 integer number greater than 3. وركز في كلمة integer number، انا مش بسألك عن rational، انا بسألك عن integer تمام. فلقيت ان انا عندي 2 over 3 اللي اقل منها ايه 0 واللي اكتر منها ايه ال 1 لان 3 over 3 1. طيب ده معناه ان 2 over 3 greater than 0 smaller than 1. ده معناه ان هي هتكون between 0 and 1 between 0 and 1. اوكي between 0 and 1 طبعا الـ denominator 3 يبقى انت عندك 3 parts. اوكي 3 parts first part second part third part. انت بتعمل من 0 ل 1 وبعد كده بتشوف تقسمها 3 parts 4 parts على حسب تمام بتقديرك انت. فيبقى الـ points دي هي 2 over 3 الـ points دي هي 2 over 3. طيب نشوف comparing بقى two rational number لان ده مهم بالنسبة لنا. comparing بيقول لي complete each of the following using the simple sign greater than or smaller than or equal 7 over 5 or 4 over 5. طب ايه هي rules بتاع comparing؟ قال يا مستر لو denominator اوكي equal يعني هنا 5 وهنا 5 زي ما انت شايف، تبص على النوميريتور الجريت يبقى الفراكشن هو جريت، الجريت يبقى الفراكشن كله جريت. يعني هنا 5 زي 5 اطلع فوق تمام تلاقي هنا 7 و 4 يبقى مين الجريت؟ ال 7 طبعا اوفر 5 تمام ال 7 اوفر 5. طيب في طريقه ثانيه ايه هي يا مستر؟ الطريقه الثانيه اللي انا بقولها بقى ان انا يبقى عندي مثلا اعمل زي ايه كروس كروس مقص تمام. الكروس ازاي يا مستر؟ الدنوميريتور ده ملتبلاي النوميريتور ده 5 ملتبلاي 4 ايكوال 20 و 5 ملتبلاي 7 ايكوال 35 5 ملتبلاي 7 ايكوال 35 و 5 ملتبلاي 4 ايكوال 20. طيب what is the greatest 35 or 20 35 excellent هي هي برضو تمام. بل ان طريقة الكروس هتنفعنا اكتر في حالة ان انا لو عندي الدنوميريتور ديفرنت تمام الدنوميريتور ديفرنت. طيب زي هنا مثلا ده ميكسد نمبر في الاول، ده في الاول ميكسد نمبر لازم احوله لامبروبر فراكشن اوكي. فيبقى 2 ملتبلاي 2 بلس 1 يبقى 5 اوفر 2 اكسلنت. ازاي بنعمل كونفرت فروم ميكسد نمبر تو امبروبر فراكشن؟ هاخد الوول اللي هو التول اللي على جنب دي ملتبلاي مع الدنوميريتور واللي يطلع اعمل له بلس مع النوميريتور تاني الوول اللي هو الاثنين التول اللي على جنب دي ملتبلاي مع الدنوميريتور واللي يطلع اعمل له بلس مع النوميريتور يبقى 2 ملتبلاي 2 ايكوال 4 بلس 1 ايكوال 5 يبقى 5 اوفر 2 5 اوفر 2 وهنا 5 اوفر 2 طبعا مش محتاجه حاجه ايكوال تمام. طيب ابسوليوت فاليو نيجاتيف 10 اوفر 15 الابسوليوت فاليو يا مستر طبعا هتخلي لي نيجاتيف بوزيتيف فيبقى 10 اوفر 15 اوكي. وال 10 اوفر 15 دي ممكن اعمل لها ديفايدد اور اجيبها از سمبلست فورم فتبقى عندي 10 over 15 هي 2 over 3 لان انا عملت divided 5 divided 5 divided 5 10 divided 5 equal 2 15 divided 5 equal 3 2 over 3 5 over 3 what is the greatest اعمل cross تبص على denominator اي طريقة تعجبك تلاقيها ال 5 over 3 طبعا هي greatest تمام. كده نكون خلصنا. تنسى انزل شوف الاكسرسايز الموجودة في الستودنت بوك الاكسرسايز الموجودة في البوكلت. شكرا.